صلاح هيكمل مع ليفربول ولا هيروح اتحاد جدة؟ والله لسه في كلام لغايه دلوقتي، فاضل خلاص لغايه يوم 7 هيبان كل حاجه. يعني كل الناس كانت متوقعه ان لما قفل الميركاتو في اخر شهر اغسطس ان خلاص موضوع صلاح ده انتهى، وصلاح ان هو هيبقى مكمل مع ليفربول. لكن في السعوديه غلط قبل الانتقالات لحد يوم 7 لغايه يوم 7 من حقهم نجيبوا حد من خارج السعوديه. احنا يعني بقى بنتكلم في النهارده اللي هو يعني اليوم الجديد وبكره يعني 6 و7. هو المشكله في ايه؟ المشكله ان ليفربول طبعا، خلينا نتكلم حاجه يعني كل الناس عارفاها، ان الكره بقت بيزنس كبير جدا، وخصوصا الانجليز بيشتغلوا الكره دي بيزنس، لان فعلا يعني الناس اللي بيشتري انديه ولا بيعمل حاجه عايز ان هو ياخد فلوس. صح. فانت تخيل ان انت لعيب جبته ب 40 مليون جايب لك دلوقتي اضعاف المبلغ اللي انت دفعته، فانت عايز يجيبوا لك وعنده 31 سنه كمان. بالظبط. لكن في حاجات لازم تتاخد في الحسبان. ايه الحاجات اللي تتاخد؟ ان صلاح جاب لك البريمير ليج بعد سنين طويله، الشامبيونز ليج جاب لك بطولات كتير جدا، حقق لك ارقام كتير جدا، بقى هداف الدوري لسنوات كتير، فدي فتأثير الجمهور، وخصوصا ان الانديه الكبيره بحجم مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، ارسنال، كل الفرق دي، ليفربول طبعا، كل الفرق دي بتخاف من الجمهور. فانتقال محمد صلاح ده هيخلي يعني في حاله ذعر بالنسبه للجمهور، فدي طبعا مشكله طبعا. لكن برضو على الجانب الاخر، موضوع ان العرض الخرافي مغري اللي جاي مغري فوق 200 مليون يورو. يعني دلوقتي اخر عرض لسه عاملينه لصلاح دلوقتي ان هو 2.45 اسبوعيا مليون جنيه استرليني. يعني احنا شفنا السنه اللي فاتت كان صلاح مشكله التجديد وعشان يوصل ل 350، دلوقتي انت اضعاف، بيعرض عليك في الاسبوع اضعاف، بالاضافه لان اخر عرض 55,000 جنيه استرليني في كل مباراه فوز، بالاضافه لان هتبقى الواجهه الاعلاميه لثلاث رعاه من الدوري السعودي. فدي في حد ذاتها كل دي فلوس بتدر حوالي ما يعادل حوالي 18 مليون جنيه استرليني. دي حاجه كل حاجات زيادات، فدي هي عمليه مرعبة. يعني زي ما يقولوا شد وجذب. فهل الناس عماله تقول لك انه صلاح هيسيب ليفربول والدوري الانجليزي؟ ما هو برضه هيسيب هنا فلوس بالكوب. بالظبط. ما هي الموضوع صعب. يعني ما بين التاريخ والعظمه وكل حاجه في ليفربول، ما بين انك تبص لامور ماليه هي خرافيه. طبعا. ما هو الفكره ان كل واحد هيحسبها على حسب اهوائه هو. لو في واحد هواه ان هو الفلوس هيقول لك لا طبعا، ازاي يسيب الفلوس زي دي. صح. ولا في واحد بيحب يعني صلاح ان هو يبقى موجود في البريمير ليج ويحقق، خصوصا ان صلاح دايما بيقول في كل اللقاءات ان هو راجل هدفه ان هو يحقق ارقام، يحطم ارقام، لدرجه ان هو وصل دلوقتي ان بيحطم ارقام نفسه. صح. فدي في حد ذاتها هيبقى عمليه شد وجذب. هل هيوافق بالعرض الخرافي اللي ممكن يعني مش ممكن يجي اللعيب تاني؟ صح. هذا العرض. صح. ومش وممكن ما يتكررش تاني. لان انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن في نفس الوقت ليفربول خايف من رد فعل الجمهور. لكن انا متوقع، هو مش بس لو تسمع يا كابتن ياسر، هو مش بس خايف من رد فعل الجمهور، هو فكره ان ليفربول يبيع صلاح دلوقتي بعد غلطه قبل الانتقالات كمان، ده معناه ان هو بياخد مقابل بيع صلاح وبياخد مقابل بيع الموسم. بالظبط. هو الموسم هيخلص بالزبط. بالنسبه لليفربول صلاح بالزبط. هو المشروع كله، يعني صلاح هو اللي باني عليه كل حاجه ليفربول، فمعنى ان انت تستنى صلاح دلوقتي يبقى انت خلاص الموسم خلص بالنسبه بالظبط. انك لو مشي هيبقى هتخسر الجمهور، وفي نفس الوقت بتخسر قيمه يعني قويه جدا 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 وعامل مؤثر جدا. صح. في ليفربول، وخصوصا بعد الموسم الكارثي اللي حصل ليفربول الموسم اللي فات وانت دلوقتي بتحاول كمان تبني وتشتغل. طيب.